لحم بالرمل وبالملح في القدرة الكاتب أو قدرة الضغط، الرص الرمل والرص الملح فوقه. بعد ذلك نبدأ الرص الملح فوق الرمل بهذا الشكل. الرمل الأساسي يكون عازل ما بين قاع القدر وما بين الملح واللحم. العادة هذا التتبيلة اللي هو كمون وهرد اللي هو يسمونه الهردة وبزار مشكل، ونبدأ الرص بهذا الشكل، الرص اللحم بهذه الطريقة فوق. وبذلك اكتملت عملية رص اللحم. الهرد اللي غير الناطقين بها اللي هو يسمونها الكركم، نحطه على نار عالية لمدة 5 دقائق، ثم نقصر النار خلينا نار متوسطة لمدة 1 ساعة و10 دقائق. هذا اللحم بعد مرور ساعة بالضبط كشفت عليها، تأكد منه هذا هو مستوي ولحمة طرية. وعلى كيف كيفكم، شوفوا كيف مصلخ اللحم على العظم. نجهز الرز. طبعا أنا أحب الرز يكون بالبهارات والبصل وكذا، نزبطها ما أحبها أبيض سادة. أنا بعد ما حطينا البصل والبهارات والموية أضفنا شوية زيت زيتون عشان الرز يجي متماسك، يجي لين قصدي. والآن قبل ما نقفل القدر نضع حبة ثوم بهذا الشكل، تعطي نكهة وتعطي طعم في الرز، ونقصر النار على نار هادية. نعطي نظرة على الرز نشوف ايش صار عليه. ما شاء الله مضبوط. والآن جهز الكشنة حقة الرز اللي مكونة من الزبيب والصنوبر والكركم وقليلة من الرز بعد ما استوى، ونطلع اللحم بهذا الشكل، نقوم نرصه. شوف هذا الشكل حقه كيف ما شاء الله تبارك الله. طبعا الملح لصق في الرمل، هذا الملح شوف أصبح قاسي لأنه تفاعل وتماسك مع الحرارة، لكن اللحم ما في أي طعم للملح نهائي. وسموا بالله، الله يا وقطن، قسم بالله ما شاء الله تبارك الله. هيا كلوا بالعافية، وميمتي أنت ومعمر، الله يحييكم.